تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في برنامج تكافل. أرقام مثيرة للقلق تلك التي كشف عنها عدد من التقارير الدولية بشأن توقعات النمو الاقتصادي في معظم الدول العربية خلال عام 2023. فقد أجمعت تقارير صدرت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن خبراء ومؤسسات اقتصادية على رأسها صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إسكوا أن العام الجديد لا يحمل أخبارا سارة لمواطني العالم العربي. واستندت التقارير إلى أن الواقع الاقتصادي السائد في الدول العربية غير النفطية سيء للغاية اليوم، ولا يبدو أنه سيتحسن مستقبلا ما لم تتوفر سياسات وطنية ناجعة وظروف دولية مناسبة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير الذي أعده لنا الزميل نبيل عبد اللاوي. استنادا إلى إحصاءات البنك الدولي حول البطالة في العالم ومستقبل فرص العمل بين الشباب، تبين أن العالم العربي يتصدر الدول التي تعاني من أزمة البطالة، مع وجود تباين في الأرقام بين الدول الخليجية النفطية وباقي الدول. ويطل العام 2023 بمؤشرات مزعجة حول البطالة وارتفاع نسبة التضخم في العالم العربي، وما ينتج عنها من انعكاسات سلبية تضرب في الصميم تماسك المجتمع برمته. فقد تصاعدت ظاهرة التسول بشكل ملفت، والتي تجمع بين الحاجة والابتزاز، كما أن عمالة الأطفال تتنامى في منحى تصاعدي يحرم الملايين من الأطفال مكانهم الطبيعي وهو المدرسة. ولا تخفي العين ارتفاع العنف والجريمة المرتبطة بالبطالة، خاصة لدى فئة الشباب ممن ضاقت بهم السبل وهم مقدمون على بناء مستقبلهم الذي تبخر بين واقع مرير ووعود الساسة. فاختار الكثير منهم ركوب قوارب الموت بحثا عما يعتقدونه نجاة وخلاصا من واقعهم. ورغم دور الدولة في حل مشكلة البطالة، فإن حلها مرتبط بشكل لا يقل أهمية بالمبادرات المجتمعية التي ما تزال دون المستوى المطلوب، وغياب التأهيل المناسب الذي يحفز الشباب، وطوارئ النخب السياسية وركون رجال الأعمال إلى المشاريع ذات الربح السريع، وغيرها من الأسباب التي تضع الدولة والمجتمع أمام مسؤولية تاريخية تجاه الأجيال. ومعنا الحديث في هذا الموضوع الهام من الجزائر الكاتب والناشط المجتمعي الأستاذ علي علوي، ومن الرباط في المملكة المغربية الخبير في السياسات العمومية الأستاذ عبد العالي الطاهري، ومن تونس الكاتبة والصحفية المختصة في الاقتصاد الأستاذة جنات بن عبد الله. أهلا وسهلا بجميع ضيوفنا. أبدأ معك من تونس أستاذة جنات، شكرا لقبولك الدعوة، أهلا بك. أهلا بكم، شكرا على الدعوة، مرحبا. أهلا بك. يعني حضرتك متابعة جيدة في هذا المجال، ودائما السؤال الذي يطرح نفسه: كيف ستواجه الدول العربية ارتفاع نسب التضخم والبطالة والفقر في عام 2023، خاصة أن الضحية الكبرى يعني لهذه الانعكاسات هو المواطن؟ يعني كيف لهذه الانعكاسات السلبية تأثير كبير على قدرة المواطن الشرائية أيضا؟ تفضلي سيدتي. نعم سيدتي، لقد شاهدت التقرير، وهو تقرير يعني جيد، ويحمل حجم المعاناة والمأساة التي تعانيها الشعوب العربية. وقبل الجواب عن السؤال عن المستقبل، دعينا نتساءل لماذا وصلنا إلى هذه الدرجة، والحال أن الشباب والسكان الناشطين الذين بلغوا سن يعني الدخول في دائرة الإنتاج يتفاقم يعني عددهم
ونسبة البطالة في كل يعني بلدان العالم العربي في تفاقم من يوم إلى آخر. صحيح لربما أن البلدان غير النفطية هي التي يعني تعيش ضغوط أقوى من ضغوط البلدان التي البلدان النفطية، ولكن في مستوى البطالة نعتقد أن نفس الحالة بدرجة أقل ربما. لماذا؟ لماذا هذه البطالة هي قاسم مشترك في الدول العربية النفطية وغير النفطية؟ بكل بساطة لأن هذه الدول ليس لديها رؤية، ليست لديها أيضا حكومات وطنية يعني وضعت وتكرس نفسها لخدمة شعوبها أبدا. لقد أكدت الإحصائيات ويكشف الحال اليوم يعني الوضع الحالي يعني هذا الحجم الهائل من المعاناة يكشف، لا أقول فشل السياسات ولا أقول خيارات خاطئة، لا أبدا، ولكن أقول خيارات غير وطنية، لأنه يعني من غير المعقول ومن غير المقبول أن تكون هناك حكومات تخدم مصلحة شعوبها ونحن نعاني هذا الحجم يعني الضخم الهائل من يعني من البطالة. إنها قوى عاملة، يعني هذه هي ثروة، من المفروض أن هذه الثروة لا يمكن إهدارها، لابد من توظيفها من أجل خلق الثروة، من أجل توفير الحياة الكريمة، تأمين الحياة الكريمة لهذه الشعوب. ترين أنه في عديد الدول الأوروبية الذين يعانون يعني سكان والشيخوخة، يعني نحن لدى هذا الامتياز، ولكن بكل أسف هذه الحكومات فرطت في هذه الطاقات وهذه الثروات. لماذا؟ لأن ليست لديها رؤية استراتيجية وطنية. أغلب البلدان يعني العربية غير النفطية تعاني أزمة المديونية، إذن لها علاقة مع صندوق النقد الدولي، إذن هي تطبق سياسة التقشف في مستوى المالية العمومية، إذن هذه الدولة تخلت عن دورها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي. إذن في هذه السياسة القطاعات المنتجة وقع تدميرها. إذن أستاذتي الكريمة، يعني أستاذة جنات عذرا على المقاطعة، يعني أفهم من كلامك أنك تعتقدي بأن الأوضاع الاقتصادية المتردية حاليا في أغلبية الدول العربية ما عدا النفطية منها هي نتيجة لسياسات حاكميها، ليس كذلك؟ طبعا نحن نعيش حصيلة هذه السياسات، لا توجد صدفة ولا توجد يعني ضغوط. صحيح نعيش ضغوط خارجية وداخلية، ولكن في الحصيلة يعني في الأخير نحن نتاج هذه الخيارات وهذه السياسات. ماذا تنتظرين سيدتي من دولة فتحت حدودها لتوريد أو فتحت حدودها أمام منتوجات بلدان الاتحاد الأوروبي، والحال أن نسيجها الاقتصادي هش؟ ماذا تنتظرين من هكذا انفتاح وهم يروجون للانفتاح والتحرر الاقتصادي؟ يعني مفروض هذا الانفتاح والتحرر الاقتصادي سيدتي يعود بالنفع على المواطنين، على يعني السكان. سيدتي يعني معذرة، سأكشف لك أن هذه الادعاءات هي أكاذيب. لماذا؟ لأنه يعني العلاقات غير متكافئة بين البلدان الأوروبية وبلدان، دعينا في بلدان الجنوب يعني جنوب الحوض البحر الأبيض المتوسط، هذه العلاقة غير متكافئة، والمفاوضات التي تجري في إطار اتفاقيات التبادل الحر تتم بين دولة منفردة مع مجموعة اقتصادية، وهم اختاروا هذه المنهجية. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، هل يمكن أن نقارن هشاشة اقتصادنا ب يعني درجة النمو التي وصلوا إليها ودرجة التمكن من التكنولوجيا ودرجة التمكن في التمويل، يعني تمويل الاستثمار وتمويل الاقتصاد بنسب
فائدة ضعيفة. ولكن بغض النظر سيدتي، يعني خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، دول عربية عدة يعني استفادت ربما من تصدير يعني العديد من ثرواتها إلى الغرب، وبالتالي أين تذهب هذه الأرباح؟ نعم، سؤال في محله. حتى وإن كانت هناك صادرات سيدتي، هذه الصادرات تؤمنها الشركات غير المقيمة، الشركات الأجنبية المنتصبة في هذه البلدان العربية. يعني معناها نحن ما عندنا استقلالية في صنع القرار إذن. نعم، يعني ما عندناش استقلالية في صنع القرار أبداً. حسب كلامك أبداً أبداً، من تحدث عن استقلالية في القرار؟ قرارنا السيادي وخاصة الاقتصادي ليس بأيدينا، وخاصة الاقتصادي باعتبار أنهم حولوا أسواق هذه البلدان إلى أسواق استهلاكية لشركاتهم، حولوا هذه الأسواق إلى أسواق استهلاكية حتى ينعم شبابهم وتنعم أسرهم وتنعم شعوبهم على حساب شعوبنا وأولادنا وشبابنا. إذن قلت أن هذا التصدير، حتى إن كان هناك تصدير في هذه الصادرات، هي مؤمنة من قبل شركات أجنبية منتصبة تعمل في إطار المناولة وتخضع لنظام التصدير الكلي، وهي شركات غير مقيمة. وهنا اسمحي لي أن أكمل يعني التوضيح. حسب النسخة السادسة لدليل احتساب ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي الذي تم نشره في سنة 2008 وتم تطبيقه في سنة 2010، كل الصادرات المنتوجات التي تؤمنها هذه الشركات غير المقيمة هي ليست صادرات الدول التي استضافت هذا الاستثمار، باعتبار أن المنتوج هو ليس منتوج يعني محلي. مثلا تونس تتعامل مع فرنسا، شركات فرنسية منتصبة في تونس. المنتوج الذي يتم إنتاجه في إطار المناولة هو ليس منتوجا تونسيا، ولكن فرنسا استرجعت منتوجها، وبالتالي لا يجب أن نتحدث عن صادرات تونسية إلى فرنسا، ولكن فرنسا الشركة الفرنسية الأم استرجعت منتوجها. نعم، وبالتالي مفهوم. الأكذوبة الكبرى سيدتي أن هذه البلدان العربية تضخم الصادرات بإدماج صادرات الشركات غير المقيمة، والحال أن مداخيل صادرات الشركات غير المقيمة لا أثر لها في الاحتياط من العملة الصعبة، وهذه أكبر أكذوبة مورست على الشعوب العربية، وتم حقيقة استنزاف الفائض الاقتصادي لهذه الدول من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأعتقد يعني محزن ما تفضلت به أستاذة جنات. أرجو أن تبقي معي، أذهب إلى الرباط مع الخبير في السياسات العمومية الأستاذ عبد العالي الطاهري. يا مرحبا بك أستاذ عبد العالي، شكرا لوجودك معنا اليوم. تحياتنا لك سيدي الكريم. يعني نتحدث عن هذه الانعكاسات السلبية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن العربي وحتى المغاربي في المنطقة المغاربية. يعني هذه المسألة أثرت بشكل مباشر على المجتمع برمته سيد الكريم، يعني وتسببت في تفشي ظواهر عديدة في مجتمعاتنا مثل التسول وعملة الأطفال وارتفاع معدلات الجريمة والعنف وظاهرة الهجرة أيضا غير الشرعية. يعني عام 2022 مع الأسف سمعنا الكثير من قصص يعني يندى لها الجبين حقيقة، إن كان بهجرة شبابنا إلى الخارج بسبب البطالة المرتفعة أو بسبب يعني التضخم وأمور أخرى والفقر. أود أن تعلق على ما يجري حاليا، خاصة كيف أثر التضخم والبطالة والفقر على قدرة المواطن الشرعية. تفضل سيدي. أولا أشكركم على الاستضافة. وفي يخص بالتضخم والفقر وارتفاع معدلات يعني الهشاشة ذات البعد السوسيو-اقتصادي، فهي مجرد نتائج وليست أسباب. هذا العام يشكل حسب تقرير لصندوق النقد الدولي من الأعوام الأكثر تضخما والأعوام التي يمكن أن نصنفها أكثر كارثية على مستوى خاصة البعد الاقتصادي، ليس فقط ارتباطا بواقع
العالم العربي لكن على مستوى المعمور، وذلك نتيجة جملة من الأسباب يمكن ربطها بالأساس بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة العديد أيضا من الأسباب الكبرى في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية واستمرارها والعديد من الصراعات الخفية والمعلنة، نذكر من بينها صراع القطبين العالميين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. هذا من جهة. هذا تسبب في ماذا؟ تسبب في ظهور بل وتفشي مجموعة من الظواهر المجتمعية، ونتحدث هنا عن منطقتنا التي تعنينا أي العالم العربي، بشكل متفاوت. أنا مع الأستاذة الفاضلة من تونس الشقيقة، كل ما جاءت به من تشريح لواقع وقراءة هو أمر أتفق معه جملة وتفصيلة، لكن يجب التأكيد ومن باب الموضوعية وحتى لا نعطي أحكاما قيمية ومسبقة، هذا الواقع يختلف من دولة عربية إلى أخرى على مستوى آلية السيادة الاقتصادية. هنا لن أتحدث بلغة تعصب وطني، فيعنيني العالم العربي بأجمعه، كل ما يقع في تونس يعنيني، وما يقع في مصر والسودان والجزائر وموريتانيا وأي دولة هو يعنيني، أولا كإنسان عربي وكإنسان في قراءة كونية. أتحدث هنا انطلاقا من التجربة المغربية. ربما تتابعون أن المغرب على غرار باقي الدول العربية يعاني من تبعات ارتفاع معدلات التضخم العالمية، على اعتبار أن المغرب يرتبط بمنظومة اقتصادية عالمية، لكن كل دولة من الدول العربية لها سياساتها. الأستاذة الفاضلة فعلا ذكرت تعبير دقيق جامع ومانع، يجب أن تكون لدينا حكومات وطنية، بل أقول مواطناتية، حكومات تعي على أن مصلحة المواطن ومصلحة الوطن هي الأولى، وليس أن تكون حكومات تمثل أحزاب ترتبط دائما بقراءة وأجندة انتخابية، وآخر ما يعنيها هو مصلحة الوطن. المغرب، أعطي مثال بالمغرب الذي أعرفه حق المعرفة من طريق أنني مغربي، أن تعاطي المغرب وتعامل المغرب مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات وشركات عالمية أصبح جد محدود. تعلمون أن المغرب حتى العقد الأخير كانت الدولة الأكثر تعاملا معها هي فرنسا. هناك الآن صراع معلن بين المغرب وفرنسا يرتبط بالسيادة المغربية، السيادة الاقتصادية، لدرجة أن مجموعة من الشركات الفرنسية التي كانت تشتغل بنظام التدبير المفوض لا جيستيون ديليغي تم عدم تجديد عقودها، وأصبحت القطاعات التي كانت تدبرها هذه الشركات الفرنسية تقوم مقامها شركات مغربية، بل أن المغرب تحرك بعد من ذلك، أي أنه أصبح يتحرك في عمقه الإفريقي وأصبح منافسا معلنا لفرنسا، لأن فرنسا كما تعلمون كانت تأخذ المواد الأولية وتستغل، وأقول تستغل، ساكنة الدول الإفريقية ومستعمراتها السابقة حتى تعيش فرنسا وشعبها في نعيم، وأقول في نعيم وهمي. لماذا؟ لأن فرنسا لمن لا يعرف لا تتوفر على ثروة طبيعية، لا تتوفر على ما يجعله اقتصادا دوليا رائدا، بل هي ألا يعتبر ذلك سيدي فرصة لدولة مثل المغرب، المملكة المغربية، خاصة نعم. أنها تمتلك من الثروات، يعني نحن سمعنا حتى بريطانيا يعني هناك مشاريع لأخذ إمدادات من الكهرباء، وبالإضافة إلى الكثير من المواد الأخرى إن كانت في مجال الأغذية وإلى آخره. أكيد هذا ما أود أن أتحدث فيه، هو أن الدول العربية ليس فقط الدول النفطية، هناك دول لا تتوفر على ثروة النفط على اعتبار أنها من أهم الثروات التي تجعل الدولة صاحبة هذه الثروة يعني لا تعاني نفس معاناة باقي الدول. وكما تعلمون أن أزمة التضخم العالمية والأزمة التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية كانت في صالح الدول الخليجية، الدول الخليجية لم تسعى للاستفادة من هذا الحرب، لكن الظروف خدمتها وارتفعت أسعار النفط وأسعار العديد من المحروقات وكانت لفائدتها. بالعودة إلى سؤالك الكريم، أولا سوف أعطي مجموعة من الأمثلة. كما تعلمين أن المغرب اتجه منذ سنة 2009 إلى تبني استراتيجية وطنية للطاقات المتجددة، اعتمدت بالأساس على بناء مجموعة من المحطات التي أصبحت الآن رائدة، نتحدث عن محطة نور 1، نور 2، نور 3 ونور 4، باعتبارها أكبر محطات لتوليد الطاقة الشمسية بمدينة ورزازات أو منطقة ورزازات. المغرب يتوفر الآن على أكثر من 158 محطة
أقول 158 محطة لمعالجة المياه العادمة لتوليد الطاقة، وفي هذا ما يجعل المغرب ينسحب من دائرة التبعية للطاقة الخارجية وتوفير فاتورته الطاقية. المغرب يتوفر أيضا على العديد من محطات توليد الطاقة الريحية. المغرب الآن وبدرجة أهم أصبح منتجا لأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، ما يصطلح عليه بالنفط النظيف. يعني كلام في غاية الأهمية أستاذ الطاهري، ولكن يبقى السؤال أنه هناك في ظل غلاء المعيشة اليوم هناك يعني كثيرون يعانون من هذه الأزمة، من يعني ما يجري حاليا، يعني حتى يقال أنه أحيانا تذهب إلى السوق يعني في مواد أساسية غير متوفرة للمواطن، كيف نفسر ذلك؟ أنا شخصيا أؤكد أختي الفاضلة أنني لا أتحدث انطلاقا من تعصب وطني. نعم لكن أفهم جيدا، أفهم، وأكيد لكل دولة خصوصيتها سيد الكريم. نعم أكيد أكيد، وأن لا نتحدث لغة الثورة في غير مقامه. نعم. الثورة المطلوبة الآن هي ثورة عقلانية، ثورة تكوين الرأسمال البشري، تكوين الرأسمال البشري تقنيا وعلميا وأكاديميا وتأهيلي حتى يكون منتجا على الحكومة أيضا. وأؤكد هنا على الحكومة أن تكون حكومة واعية بأن قرارات اليوم تبعاتها ونتائجها سوف تكون في المستقبل، وبالتالي حتى إذا كانت هناك يعني مصالح مشتركة ومتبادلة مع جهات أجنبية لا يجب أن تكون على مصلحة المواطن، لا يجب أن تكون على مصلحة الوطن. هذا ما لمسناه في العديد من الدول، شخصيا أقولها دائما، التي تعتبر ضحية ما اصطلح عليه ظلما بالربيع العربي. ليس هناك ربيع يدمر، هو كما أسميه هو طوفان عربي، وأكثر الدول التي تدمرت وعانت وزادت معاناتها نتيجة التضخم ونتيجة الأوضاع العالمية هي الدول التي قيل ظلما أنها بلدان الربيع العربي. وللأسف الفكرة يعني قد لا يتفق معك البعض سيدي في هذا الموضوع، لأن الكثير من الثورات سيدي خرجت لأنها تطالب بحقوق شرعية. يعني حقوق تفضل أستاذ. أنا لا أشك في نوايا من حرك الثورات، فقط أختم بتعريف الثورة. الثورة يفكر لها الأذكياء ورجال الوطنية، ويمشي فيها الشجعان، ويجني ثمارها غالبا الجبناء والمستغلين سياسيا. هذا ما أريد. أما نوايا الثورات فكانت نوايا حسنة، نوايا التغيير للأفضل، نوايا الدفاع عن مصالح الوطن. ولكن هناك أيضا من انقلب على هذه الثورات سيدي الكريم. اسمح لي أبقى معي، سوف أعود إلى الأستاذة جنات بن عبد الله. سيدتي الكريمة فعلا موضوع يطول ومعقد، ولكن دعينا يعني نتحدث عن تقرير إسكوا، تقرير خطير حقيقة. يعني يقول أنه معدلات البطالة بين سكان العالم العربي سجلت نسبا هي الأعلى عالميا، يعني بلغت 12%، 22% منها من النساء مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 6%. والتقرير لاحظ أيضا أن هذه النسبة ترتفع إلى 44% بين الشابات التي تتراوح أعمارهن بين 15-24 سنة، باستثناء طبعا دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا. يعني مستويات الفقر ارتفعت بشكل خطير وكبير جدا مقارنة بالسنوات الماضية. نعم، قبل أن أجيب أشكر ضيفك الكريم، وهذا أوافقه الرأي في أفكار في كل أفكاري، وخاصة الفكرة المتعلقة بالثورة، وأن الدول التي يعني أو دول الربيع العربي هي التي تم تدميرها وهي التي تعاني أكثر من غيرها. على كل ليس المجال اليوم نقيم يعني ما حدث، ولكن أنا أشاطره الرأي. على كل بالنسبة للبطالة، البطالة يعني حالة البطالة أو سوق الشغل يرتبط أساسا بنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونعلم أن محركات النمو هي الاستهلاك والاستثمار والتصدير، أي عجلة الإنتاج ومنظومات القطاعات المنتجة. إذن في هذه الدول التي تتحدثين عنها وكانت يعني محل التقارير الدولية، نسب النمو هنا تقترب من الصفر، وبالتالي هذه البلدان دخلت مرحلة تدمير الثروة،
وليس خلق الثروة. نحن اليوم سيدتي دخلنا أيضا مرحلة تدمير مواطن الشغل وليس خلق مواطن الشغل. إذن لا نستغرب من أن تتفاقم نسب البطالة. أيضا تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عمقت الأزمات الداخلية لهذه البلدان، أو لعلها عرت وكشفت هشاشة يعني النسيج الاقتصادي لهذه البلدان. وبالتالي اليوم المرحلة خطيرة وخطيرة جدا، ولذلك أن الآفاق ليست إيجابية أبدا باعتبار طبيعة المرحلة التي نعيشها، وهي مرحلة التدمير وليست مرحلة البناء. وهناك أستاذة جنات يعني سؤال لابد أن يسأل في هذا الصدد، يعني هل لدى الحكومات العربية مخرج من الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية، أم أنه الأزمات السياسية فيما بينها يحول دون ذلك؟ شكرا على هذا السؤال سيدتي. لا يوجد مستحيل في الاقتصاد، ولكن لابد من عقل يبتكر، ولا بد. لماذا نأكدنا على مفهوم الحكومة الوطنية؟ الحكومات الوطنية يعني لعل من أهم التحديات هي ابتكار الحلول وليس إسقاط الحلول، كما تعمل على تكريسه الحكومات الموجودة اليوم التي تبنت أجندات غير أجندات يعني شعوبها. البدائل موجودة، ولكن كل هذه الحكومات وضعت نفسها أسيرة يعني نماذج تنموية تقتصر على خدمة الأجندات الخارجية والاستثمار الأجنبي ورأس المال العالمي على حساب الأجندة الداخلية والاستثمار الوطني واستحقاقات شعوبها. هذه هي المعادلة. المعادلة هنا طالما أن هذه الحكومات كرست نفسها لخدمة الأجندات الأجنبية، فإنها ستكون غير قادرة وعاجزة على خدمة الأجندات الداخلية باعتبار التصادم والتضارب بين الأجندات، بين الأجندة المحلية وأجندة رأس المال الأجنبي. وطالما أن هذه الحكومات ترتدي عباءة الاستثمار الأجنبي وعباءة رأس المال العالمي على أساس الانفتاح، على أساس تحرير المبادلات، على أساس العولمة، على أساس الاستفادة من التكنولوجيا، وكلها أكاذيب يعني كرسها الغرب في المناهج التربوية والتعليمية وخاصة في الجامعات، يعني على حساب مقوماتنا وعلى حساب مصالحنا وعلى حساب يعني أجنداتنا. وبالتالي اليوم لا يمكن الحديث عن خروج من هذه الأزمة مع حكومات يعني تؤمن بهكذا نظريات اقتصادية جاءت مسقطة لا تتلائم مع يعني الأجندة الداخلية. وهنا يعني سأخذ مثال الحديث عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي لاحتواء التضخم. هذه تقوم على النظرية الليبرالية أو النيو ليبرالية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وكلما رفع الاحتياطي الأمريكي في نسبة الفائدة إلا وترين عدد من الدول العربية تسارع إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على خلفية احتواء التضخم. والحال أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية تمر بهذه البلدان تختلف تماما، بل أنها يعني تتناقض وتتضارب تماما مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية تمر بها يعني التي تعيشها يعني دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وبالتالي الترفيع اليوم مثلا في تونس في نسبة الفائدة المديرية هي تحولت إلى سيف مسلط على الاستثمار، على الاستهلاك الطلب وعلى منظومات الإنتاج. فكلما رفع يعني البنك المركزي التونسي بنسبة الفائدة إلا وأغلقت المؤسسات وأفلست، إلا وارتفعت نسبة البطالة، إلا وارتفع نسبة الفقر والتهميش والتفاوت الاجتماعي. إذن طالما وأن هذه الإجراءات يعني تؤدي إلى
نفس الإجراءات لا تؤدي لنفس يعني النتائج. نعم. لربما في الولايات المتحدة الأمريكية يعني تؤدي لنتائج إيجابية، ولكن في تونس مثلا، وتونس لا تختلف على أغلب البلدان يعني العربية نتحدث عنها، تؤدي إلى نتائج كارثية ونحن نعيش. الله يستر من القادم أستاذة جنات، الله يستر من القادم. أرجو أن تبقي معي. أعود للأستاذ عبد العالي الطاهري، أطلنا عليك سيد الكريم. يعني أليس الوضع الاقتصادي للدول العربية غير النفطية رهين بتحسن الأوضاع الاقتصادية عبر العالم؟ أكيد أكيد، نتحدث عن منظومة اقتصادية عالمية مترابطة، بل في بعض الأحيان متشابكة، وكل ما يقع في دولة كالصين أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو يؤثر على دولة في أبعد نقطة من كوكب الأرض. آخر تقرير الآن وهو ما نتحدث عن تبعاته ومضامينه هو التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي أكد أن معدل التضخم سوف يصل إلى أعلى المستويات منذ عقود، بل تم تحديده في نسبة 6.5% خلال هذا العام، و من المحتمل أن يتراجع إلى حدود 4% في العام 2024. هذا مجرد احتمال ما لم تتغير الأسباب وفي مقدمتها الصراع الخفي المعلن بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية الذي بدأت إرهاصته الأولى منذ عقد من الزمن، وتأكد مع أزمة وباء كورونا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية. كذلك عندما نتحدث عن التضخم فنحن نتحدث بشكل مباشر عن انخفاض معدل النمو العالمي الذي حدد في هذا العام في 2.7% بعد أن كان 6% سنة 2021. أكيد أن هناك تأثير، وكما تفضلت أختي الفاضلة هذا التأثير نلمسه في معيشنا اليومي. أي إنسان يذهب للسوق لاقتناء خاصة المواد الأساسية المعيشية يلمس أن هناك ارتفاع لمعدلات الأسعار بشكل صاروخي، وهذا الارتفاع في الأسعار لا يوازيه ارتفاع في القدرة الشرائية. نعم. الأجور تبقى ثابتة، فرص العمل غير متوفرة. أنا أتفق مع الأستاذة الفاضلة صديقتي العزيزة من تونس أن الحكومات التي تكون فعالة هي الحكومات التي تتوفر على ثقافة تدبير الأزمة. أما إيراد الحلول والبحث عن ما يسمى الفرنسية البخابورتي، يعني حلول جاهزة، فالوضع في النرويج أو في فرنسا أو في بريطانيا لا يتلائم مع الوضع الاقتصادي مع دولة كالمغرب أو موريتانيا أو السودان أو مصر. لكل دولة خصوصياتها وما يميزها وطبيعة الحركية الاقتصادية فيها، حتى طبيعة المعيش، نظام العيش لومود دو في في المغرب ليس هو نفس نظام العيش في الصين أو اليابان، وبالتالي لا يمكن كما تفضلت الأستاذة الكريمة أن نبحث عن حلول ونقوم بتنزيلها. يعني هذا أمر وكأنك تحاول أن تشغل سيارة تعمل بنوع من الكربيروم من المحروقات بنوع مخالف تماما. المسألة متعلقة بماذا؟ أولا الإيمان أن هذه الدول العربية يجب أن تتوفر فعلا وأجراءة، خاصة في قوانينها المالية السنوية على مفهوم السيادة، أن تحاول وضع أولى خطواتها على ضرب الاستقلالية، أن تتعامل مع الآخر ندا لند. كلام مهم أستاذ عبد العالي الطاهري، وهنا أطرح السؤال التالي، يعني هل برأيك هل فات الأوان لتضافر جهود الدول العربية والتنسيق فيما بينها ووضع حلول لدعم بعضها البعض، خاصة أنه تفائلنا خيرا بعد مونديال العالم في قطر 2022؟ يعني فرحنا جدا عندما شاهدنا هذه الوحدة الجميلة بين شعوبنا بين أوطاننا، وتمنينا بالفعل أن تتحرك يعني هذه الوحدة وهذه العلاقة الوطيدة بين الشعوب إلى يعني صح التعبير إلى محطات أخرى، إلى يعني ليس فقط في الرياضة وإنما في أمور أخرى ومجالات أخرى كثيرة تستفيد منها بلادنا، وبالتالي نحتفظ بشبابنا بدل أن يهاجرون بطريقة غير شرعية إلى الخارج. أكيد هذا هو المثال الذي كنت أريد أن أسوقه وأحييك عليه. أولا هنا وأستغل الفرصة لأوجه يعني تحية عالية لدولة قطر على أنها نجحت ولو بالصيغة الرياضية لتوفير
وعاء لوحدة عربية. وقطر كانت تتحدث دائما عن مونديال عربي إفريقي عالمي. أيضا جميع الدول العربية، جميع الشعوب العربية أبانت عن وحدة عاجزة أو لم يقم الحكام بما يكفي لتحقيقها وتنزيلها أجراءات. أتساءل دائما لعقود من الزمن، نحن العرب عاطفيون، نتحرك بمشاعر، تغيب عنا العقلانية، نتحدث عن الوحدة، نتحدث عن الإسلام، نتحدث عن العروبة، لكن عندما نأتي لكل ما هو مؤسسات إجرائي تجد أن الأنا والذاتية التي تتحرك. نتمنى صادقين أن نستغل هذا الشعور الذي يدل عن وعي، وليس فقط حماس، هذا الشعور العربي الوحدوي الذي يؤكد أن المعدن العربي معدن أصيل، معدن المساندة، معدن التكافل، معدن التضامن، أن تتم ترجمته حكوميا من خلال إقامة تكتلات عربية بعيدا عن النزاعات والنعرات والخلفيات السياسية التي أكدت وعلى مدار عقود من الزمن أنها لن تؤتي إلا مزيد من التنافر بين هذه الدول. لم يفوت الأوان، لا شيء مستحيل، بشيء من الإرادة يمكننا تحقيق تكتلات عربية قادرة على مواجهة التكتلات التي تستغل هذه الفرقة العربية خاصة في البعد الاقتصادي. لقد صبت لك مثال توجه المغرب إلى عمقه الإفريقي. المغرب الآن لا يأخذ المواد الأولية من إفريقيا ويجلبها إلى المغرب لتصنيعها، ولكن يستثمر في احترام تام للدولة المضيفة على مرجعية التعاون المبني على رابح رابح. وعندما نقول أن المغرب مثلا، هذا كمثال، يتوجه إلى عمقه الإفريقي، فهذا لا يعني أنه سيتخلى عن التعاون مع الشمال، لكن تأكد أن الثروات في بعدها الإنساني في بعدها الطبيعي توجد في إفريقيا. إفريقيا تعتبر بأكثر من 20-30% هي سلة غذاء العالم، هي مصدر الثروات العالمية ومصدر الطاقة العالمية. كل ما يجب أن نقوم به أن تكون الحكومات الإفريقية حكومات ليست عاملة للغرب، أن تكون حكومات قادرة على تحمل ضربات الغرب إلى حين الوقوف، والإيمان بأن إفريقيا لا يجب أن تبقى مستعمرة خفية بعد أن كانت مستعمرة معلنة للغرب، على اعتبار أن الغرب تأكد، وسوف استعمل هذا العبارة والسميح، أن العديد من الدول الغربية هي مجرد طفيليات تقتات على ثروات إفريقيا مستغلة تواطؤ العديد من الحكومات والأنظمة. وأؤكد أن التجربة التي يخوضها المغرب الآن بخلق استثمارات كبرى وتعاون مبني على رابح رابح مع العمق الإفريقي هو تأكيد أنه بإمكاننا القيام بتكتلات. وفي هذا السياق نتمنى صادقين، المهم بالدرجة الأولى سيدي الكريم أن يستفيد المواطن من كل هذه النقطة. نعم أستاذ، أتمنى أن الاتحاد المغرب الكبير كما أسمي شخصيا لأن فيه وأمازيغ، أن تقوم له قائمة، لأنه اتحاد أولا يجمعه الكثير من أواصر المشتركة من دين وحضارة ولغة وعادات وتقاليد وأعراق، يمكن أن يشكل فعلا اتحادا وتكتلا قادر على المنافسة، ومن ثم التمكن من خلق أجواء تعاون تمكن من الخروج من الأزمات الآنية. يعني هذا ما نتمناه، هذا فعلا ما نتمناه أستاذ عبد العالي الطاهري، ويستفيد على الأقل المواطن من كل هذه الثروات التي تزخر فيها بلداننا. أستاذة جنات بن عبد الله، يعني نفس السؤال أطرحه عليك في ما يخص تضافر جهود الدول العربية والتنسيق فيما بينها، ما الذي يجعل هذه المسألة مستحيلة اليوم؟ هل بسبب التحول الديمقراطي التي تشهده بعض الدول؟ هل بسبب الإملاءات الخارجية، أم لأنه بالفعل يعني في مشكلة في تسيير الأمور؟ سأنطلق من سؤالك يعني تفضلت به ضيفك الكريم عن ما شهدته يعني الأجواء العربية في المونديال. نعم. وهذه يعني هذه الروح، يعني روح الوحدة والتشابك. وهنا يعني سأجيب على السؤال ابتداء من هنا.
يعني بكل أسف المونديال قطر 2022 كشفت أن الهوة لا زالت بعيدة بين الشعوب وحكامها. يعني وأنا أحيي هذه اللمسة العاطفية في علاقاتنا وشعورنا ومشاعرنا، الحمد لله ما زالت باقية يعني. نعم نعم، لابد من توظيفها سيد الكريم، ليست عقدة، ليست ضعف أبدا. نحمد الله على أنه لا زالت لدينا هذا الشعور، شعور بالإنسانية، شعور يعني بهذه النخوة، بهذا على كل. وبالتالي اليوم الهوة لا زالت كبيرة بين الحكام والشعوب، وما تتطلع إليه الشعوب لا يتوافق مع تطلعات الحكام. ولذلك الحديث اليوم عن وحدة مغاربية أو وحدة عربية أو سوق عربية مشتركة لن تكون يعني في مستوى يعني التحقيق، طالما أن قرارنا السيادي الاقتصادي ليس بأيدينا، ولو أن الأمر غير مستحيل، ولكن لابد من شروط، من توفر شروط معينة. هنا لا ننسى أيضا انتمائنا لهذا العالم وما يدبر على مستوى النظام العالمي. اليوم النظام العالمي يتجه نحو تحقيق شروط تنفيذ مشروع صفقة القرن، ويجب أن لا ننسى هذا المعطى في تحاليلنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا. نحن في قلب الراحة، وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن وحدة مغاربية، صحيح نحن نتمنى، ولكن ما الذي حال دون ذلك؟ وما يفصلنا إلا خط حدود؟ يعني مثلا نحن ما يفصلنا عن الجزائر وعن ليبيا؟ ورغم ذلك المبادلات التجارية ضعيفة. نعم. ورغم ذلك وزارة التجارة في تونس تمنع يعني الفلاحة التونسيين من تصدير الخضروات وتصدير عديد المنتوجات الفلاحية إلى ليبيا، على خلفية أن السوق المحلية في حاجة إلى هذه المواد. وبالتالي قرارنا السيادي الاقتصادي ليس بأيدينا، وبكل أسف سأتحدث عن تونس. منوال التنمية في تونس بني على أساس خدمة مصالح أوروبا، مصالح فرنسا، مصالح ألمانيا، إيطاليا، وهذا المنوال لا يزال أو وقع تثبيته بعد 2011. وبكل أسف، وبالتالي اليوم أنا أرى أنه من باب الحلم، صحيح هو حلم، ولكن علينا أن نثبت أرجلنا في الواقع ويعني نحلل واقعنا. نحن اليوم نعيش حالة فقر وتهميش وبطالة وإفلاس. الدولة اليوم في حالة إفلاس غير معلن. لماذا؟ لأنه الاحتياطي من العملة الصعبة في تونس يعني هو ضعيف، وضعيف جدا، ولا يمكن أن يؤمن لنا احترام تعهداتنا الخارجية في آجالها. ولماذا الاحتياطي من العملة الصعبة ضعيف؟ لأنه ليس لدينا ما نصدر، لأن الصادرات وقع تضخيمها بصادرات الشركات غير المقيمة. ماذا نصدر سيدتي؟ لازلنا نصدر ما بدأنا بتصديره في بداية سبعينات القرن الماضي، زيت الزيتون، قليلا من التمور بل القوارص، وقليلا من الفوسفات. وبالتالي اليوم لا زالت الغشاوة موجودة على هؤلاء الحكام، ما زالوا لم يرتدوا عباءة شعوبهم. وبالتالي بكل أسف، هل تعتقدين أن قيود الديون من الخارج هي السبب الرئيسي وعدم سدادها؟ نعم، الديون هي فخ وقع استدراج الحكومات إليه. لماذا؟ لأنه يكفي أن تقترض ولو مليما أو دولارا واحدا من صندوق النقد الدولي أن يصبح هذا الصندوق قدرك. كيف ذلك؟ لأنه هذا الدولار منح لك على أساس شروط، وهذه الشروط تقوم على سلبك سيادتك على اقتصادك. وبالتالي كلما أردت
تسديد هذا الدولار إلا ووجدت نفسك تغرق في يعني هذا الدولار سيتضاعف تسديده. لماذا؟ لأنه بنسبة فائدة عالية أولا، وثانيا لأن أول شرط يشترطه صندوق النقد الدولي هو ضرب العملة الوطنية، وهو أول شرط يقوم عليه منح صندوق النقد الدولي لقروض للدول التي تعاني مديونية. وهذا حدث في أكثر من بلد عربي بما فيها مصر سيدتي. نعم، أرجو أن تسمحي لي أذهب إلى الأستاذ عبد العالي الطاهري مجددا. سيدي الكريم، إذن يعني أرقام مثيرة وللقلق وخطيرة، يعني طبقا لإحصائيات أسكوا الأخيرة قد ناهز عدد الفقراء في العالم العربي تحديدا اليوم 130 مليون شخص. هذه كارثة بحد ذاتها. ما هو القادم برأيك؟ يعني هل بالفعل نحتاج إلى خطط لتسيير اقتصادنا، لتنظيم أمورنا، أم يعني ما هي الحلول برأيك التي تنقذ الناس من الفقر، من الجوع، من البطالة؟ أولا نؤمن بأن الحكومات أولا ملزمة بتوفير شروط وأرضيات للإنتاج، وعندما نتحدث عن الإنتاج ليس فقط توفير الوظائف في القطاع العام، وعلى اعتبار أن توفير الوظائف لمن تتوفر فيهم شروط الوظائف حسب الكفاءات وحسب شروط هذه الكفاءات وحسب شروط هذه الوظائف هو حق دستوري لكل مواطن في إطار الحقوق الثلاث المنصوص عليها في كل الدساتير العالمية، أي الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الشغل. لكن مع ظهور مجموعة من المتغيرات لا يمكن الاعتماد فقط على القطاع العمومي التابع للدولة، هناك قطاع خاص، وحتى هذا القطاع الخاص يجب أن تتوفر فيه وله أرضية وشروط ملائمة حتى يكون هذا القطاع منتجا، أي موفرا لفرص شغل. يجب على الدولة أن توفر تسهيلات وآليات التسهيل يمكن توفيرها على العديد من المستويات بتجليات وأوجه عديدة. يمكن توفير أراضي مثلا في القطاع الفلاحي، أراضي للاستثمار الفلاحي بأثمنة رمزية، يعني أراضي، أتحدث هنا عن الأراضي التابعة للدولة، يمكن توفيرها في إطار نظام أكرية بأثمنة رمزية خاصة لتشجيع الشباب المؤهلين والمكونين في القطاع الزراعي والقطاع الفلاحي. أيضا بالنسبة للوحدات الصناعية في المناطق الصناعية وفي كل الأقطاب الصناعية يمكن توفير يعني أراضي لإقامة الوحدات بأثمنة رمزية وتخفيض الضرائب وإلغاء مجموعة من الضرائب لخلق نوع من التحفيز، وأيضا توفير قروض مالية فوائد منخفضة وعلى فترات سداد متباعدة. يعني يمكن للدولة حقيقة إذا أرادت أن تخرج من ضائقة هذه الأزمة ولا قدر الله من تبعاتها الكارثية أن تكون فعلا كما قالت الأستاذة الفاضلة من تونس، أن تكون فعلا حكومة مواطنة، حكومة وطنية، حكومة منخرطة إجرائيا وفعليا بخلق الحلول وابتكار الحلول التي تلائم واقع البلد، لا أن تريد الحلول وتبحث عن الحلول الجاهزة. الآن كل دولة لها وضعها، لها خصوصيتها، لها مشاكلها ورطبيعتها. ودعني هنا أذكر سيدي الكريم يعني مسألة في غاية الأهمية عندما نتحدث عن يعني التواصل بين الدول العربية. يعني هناك من يقول إنه لما لا يعني يعمل الجميع في إطار متكامل وحدوي بدل أن تعمل كل دولة على حدة، وهذا يعني حتى لو هناك توجد خلافات وأزمة سياسية بين بعض الدول على غرار ما يجري. يعني نحن عندما نتحدث عن الحرب الأوكرانية الروسية، يعني رغم هذه الحرب وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي صار هناك الكثير من الحوارات والنقاشات مع روسيا على سبيل المثال، وبالتالي عادت بتصدير بعض منتجاتها إلى الدول الغربية على الرغم من أن هناك في خلاف سياسي بينها وبين الكثير من الدول التي ناصرت أوكرانيا. يعني أقصد لماذا لا يكون الاقتصاد والأمور الأخرى في كل المجالات بعيدا عن السياسة وخلافاتها في بلداننا؟ يعني
يتعلق الأمر بالنسبة للغرب لصراع الكبار وحروب الكبار، وهنا أتحدث عن الكبار بمفهوم النضج السياسي، أن الحرب في مقامها والأوضاع الإنسانية في مقام والاحتياجات الاقتصادية في مقام. بالنسبة لنا نحن كعرب كما أسلفت دائما ما تحدث الأمور متداخلة، وللأسف حتى الصراع يكون صبياني، حتى الصراع يكون مزاجي، حتى الصراع يصبح مشخصنا، أي الحس الموضوعي والقراءة الموضوعية وجعل الصراع السياسي أو الدبلوماسي أو حتى إذا قدر لك أنت هناك حرب عسكرية في مقام، واحتياجات المواطنين يجب أن تربط بالحرب. لكن للأسف حروب الكبار والصغار، وتحدث هنا عن صغار العقلية، صغار توجه المزاجيين. للأسف أنا شخصيا لدي دائما أمل، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أمل بلا عمل، يجب الأخذ بالأسباب. لكن شخصيا ولا أخفي أن وحدة عربية، وأتحدث كمغربي عربي مغاربي، يلامس صراع وحرب خفية ليس لها أسباب يعني موضوعية وليس ما يدعو لها، يعني وهو أمر مؤسف. نعم أستاذ، يعني يجعلني أقول أنه في بعض الأحيان تحس بالوحدة مع الدولة. نتمنى يعني أن يحدث ذلك سيد الكريم، ودائما مصائر الشعوب هي يجب أن تكون أولوية لدى كل الحكومات حقيقة، خاصة في هذه الظروف الصعبة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد العالي الطاهري الخبير في السياسات العمومية، كنت معنا من الرباط أكيد للحديث بقية. الشكر موصول للكاتبة الصحفية المختصة في الاقتصاد الأستاذة جنات بن عبد الله، شكرا لك سيدتي. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، إلى اللقاء.